هذا وأجرى كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري لقاءات مع عدد من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الذين أعربوا من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم بالتخرج وأهمية البرنامج في إعداد الشباب وتأهيلهم للقيادة. اليوم الأخير شهد تخرج الدفعة الثالثة لـ EPLP وربما هو ما يدل دلالة واضحة أن تمكين الشباب ووضعهم في الأماكن القيادية هو الأهم بالنسبة للدولة المصرية ومنتدى شباب العالم وجمعه للوفود الأجنبية والمصرية سويا لتبادل الثقافات هو أيضا خير دليل على تمكين الشباب. ولكن الآن نتحدث مع ضيوفنا على الهواء من خريجي EPLP 3. بداية سأبدأ مع أحمد مختار وهو أحد خريجي البرنامج الرئاسي تأهيل القيادات. بحضرتك كلمني دلوقتي إحساسك وخريجك تخرجك من البرنامج النهاردة، شايف ده إزاي واستفدت إيه؟ طبعا يعني إحنا بدأنا البرنامج من قبل الكورونا تقريبا، إحنا الدفعة الثانية وبعد كده الدفعة الثالثة، فطبعا بقالنا فترة طويلة منتظرين اللحظة دي أكتر حاجة يعني دلوقتي هي الانتظار اللحظة دي، وأخيرا اتخرجنا. البرنامج كان مدته طويلة في دراسة وتعب ومجهود وامتحانات ومذاكرة ويعني بروجيكتس وحاجات كتيرة جدا، فبرضو حاسس انه ده يمكن تقديرا للجهود اللي احنا عملناها في خلال الفترة الكبيرة دي، وده دايما يعني اللي هو النجاح بعد التعب ده بيبقى احساس جميل يعني، فده احساسي النهاردة اكتر حاجة. وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكريمكم والتحدث معاكم النهارده، هل ده شايفه فعلا يعني تواصل مباشر مع القيادات السياسيه؟ شايفه ازاي وده نوع من انواع الدعم بالنسبه لك؟ طبعا يعني ده بيبين جدا اهتمام الرئيس من اول ما اصلا انشاء الاكاديميه الوطنيه للتدريب ومن اول البرامج الرئاسيه اللي يعني بادر بيها السيد الرئيس لتدريب وتاهيل الشباب ان هم يبقوا صف تاني او يستعان بيهم دايما في الحكومه او حتى في القطاع الخاص او القطاع العام. ده بيبين جدا اهتمام الرئيس بالكوادر البشريه وبالشباب تحديدا، لان هم المستقبل، هم اللي هيقودوا الدوله في الفتره الجايه، ويمكن ده بدا بالفعل من تمكين الشباب من زمايل لينا يعني في البرنامج وبرامج تانية. فوجود الرئيس النهارده في تخريج البرامج بتاعتنا وبرامج الاكاديميه كلها، ده بيدي مؤشر جدا لكل القيادات السياسيه ان هي تهتم جدا بالشباب وتهتم جدا بالكوادر المؤهله المتدربة اللي تقدر يعني تنفذ خطة مصر في التطوير. شكرا جزيلا أحمد مختار على هذه المعلومات. ودلوقتي لو رحنا كمان لإحدى الخريجات وهي ريهام فتحي، هتكلمنا كمان عن إحساسها النهاردة واستفادت إيه من البرنامج. ريهام إزيك مبدئيا؟ قوليلي كده أكتر حاجة استفدتيها من البرنامج وأهم النقاط اللي اشتغلتوا عليها. هي اكتر حاجه استفدتها من البرنامج الدايفرستي بتاعتنا. احنا كخريجين برنامج رئاسي احنا جايين من اكتر من وزاره من وزارات الدوله والهيئات الاداريه، طبعا كل واحد فينا بخلفيه مختلفه خالص عن التاني، كل واحد اضاف للتاني معلومه جديده احنا ما كناش عارفينها. عملنا زي شبكه نتورك ما بيننا، تعارف، وكل واحد اتعرف على الهيئات الاخرى والوزارات الاخرى نشاطاتها ايه. طبعا البرنامج اضاف لنا فرصه ان احنا اتدربنا تبع وكاله الجي سي اس بي، دي التابعه لمركز جي سي اس بي من سويسرا، لا تبع جنيف، لا الامن القومي، معلش انا اسف. طيب يعني لو اتكلمنا كمان عن بقى فكره يعني فكره وجود السيدات وجود النساء والمساواه، وكان بيتكلموا على حقوق المراه كمان، كلميني عن ده. طبعا هي حاليا الدولة متولية في رؤية مصر 2030، طبعا اللي هي الـ SDGs الـ 17 اللي نص عليها مؤتمر باريس في 2015، وطبعا كان من ضمن البيلرز بتاعتها اللي هي تمكين المرأة، وده واضح جدا في القيادة السياسية اللي موجودة حاليا. احنا طبعا معظم البرنامج سيدات، في منا حوالي 4 أو 5 سيدات تمكنوا بالفعل ودخلوا في المجالس النيابية،
وطبعا ده واضح من رؤية الدولة في المرحلة القادمة، وحتى زميلتنا برضو نهى عضو مجلس شيوخ. شكرا جزيلا أستاذة ريهام. يعني ويمكن كمان هنروح دلوقتي لزميلة أيضا نهى شريف. نهى شريف كانت كمان من خريجين النهاردة في البرنامج الرئاسي EPLP، ولكن نقصد نحدد أن هو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب التنفيذيين. يعني نهى كمان عايزين نتكلم معاكي بقى عن ردود الفعل من الشباب اللي كانوا شايفين ده. خلينا نتكلم كمان عن إزاي الوفود الأجنبية كمان لما يشوفوا ده هيبقى فيه تأثير أكتر وتبادل ثقافات أكتر ما بيننا وبين الوفود الأجنبية. الحقيقة يعني لو بتكلمنا على ردود أفعال الوفود الأجنبية، هو يعتبر مصر بالنسبة لهم حاليا موديل ونموذج يحتذى به في تمكين الشباب. من جميع أنحاء العالم بيجي بيشوف منتدى زي ده، مش بس فعاليات موجودة، لا خريجين بيتخرجوا من جميع الأطياف بجميع الدفعات وبيتمكنوا. يعني احنا مش بس بنتخرج، لا فينا كمان أمثلة اوريدي اتمكنوا في الدولة. انا يمكن احدى الخريجين لدفعة الفريق العصار، هي الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والدفعة دي بالأخص يعني تميزت بتمكين عدد كبير جدا من الأعضاء تحت قبة البرلمان. احنا بنمثل 6 أعضاء مجلس شيوخ وعضوة في مجلس النواب، وده طبعا بيدي يعني صورة رائعة تحت قبة البرلمان لتمثيل الشباب بغض النظر عن الأطياف والانتماءات، ولكن كلنا بنجتمع على كوننا شباب باختلاف إذا كنا رجل أو امرأة، مسلم مسيحي، كل ممثل وكل موجود تحت قبة البرلمان من الشباب. شكرا جزيلا سعادة النائبة نهى الشريف على المعلومات الوافية دي. وربما يعني هذا البرنامج وهذا وجود الشباب بشكل عام ووجودهم في أماكن المختلفة للمناصب القيادية المختلفة وأيضا أمام أعين العالم وأمام الوفود الأجنبية المتواجدة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، هو خير دليل على أن التوصيات بالفعل يتم تطبيقها على أرض الواقع. شكرا لك كريم، وشكرا لضيوفك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. بالطبع شيء يدعو للفخر والاعتزاز، وكل التوفيق لهؤلاء الشباب.